مرحبا ابو جانتي، وينك انت الا؟ عم تشهد على جوازي؟ سلبنا عليكم. ركز معي، انا مركز معك. شو صار؟ ابو جانتي بالقصر اللي عندي عم يشهد على عرس واحد، على جوازته يعني، بركي بيشهد على عرسي كمان فرد مرة. لك شو اجدب انت جني؟ ما بدها تصير اول شيء لحتى يشهد لك على جوازتك، شبه؟ ايه والله معك حق، قال عم بحكي على جوازتي كاني هلا حد جواز، وين الدنيا وين اهلها؟ طول بالك، يلا ارجع دق له مره ثانيه وقول له يجي لهون هو وابو ليلى، يلا ركض. ايه والله. كذا كيلو بطيخ، شو هيك؟ غيث سمين. شوف صح. لك شبك لك عماد انت، شو عم تستوي علينا؟ طيب تجوزها وخلصنا من القصه. لك شو يتجوزها وشو يخطبها انت الثاني؟ علي ما علي انا يكون عندي بنت، ايه بتبعها ما بخطبوا اياها لعماد. لا يا ابجانتي ليش انا مشو بشكي؟ يا عماد انت ما بتشكي من شيء، شبح ليوه افندي قميصه تفتهندي ما شاء الله عليك، بس يا اخي وضعك شو؟ لا شغل ولا سكن ولا بيت ولا شيء، شو بنات العالم داشره؟ يا زلمه والله عاد فوتني بالحيط، انت شيء حليوه شيء ما في بيت، هلا انا جبتكم لحتى تساعدوني ولا حتى تزيدوا همي هم؟ لك لك عماد شو فكر انت؟ والله احنا الفعيله الشغيله تبع اللي احنا بين ايديك انت ما بدك تحت الطلب. اخي بدي اتجوز زمرد واليوم، ما مفهم انا هيك انا. اليوم؟ كيف اليوم؟ والله ما بعرف، اليوم مثل ما بدك، نحن احب على قلبنا، شو جايينا؟ شو ابو ليلى؟ كفو؟ طبعا كفو لك ابجانتي، شو مفكر هكان؟ مس 2000 مفكرنا من ضيعه قليله، حتى الاعراضه من عندي كمان، والله الاعراضه من عندي، ايه من عندي رقم كل شيء كمان بدك، روحنا يا مين سمين. والعرس بتعمله عندي بالبيت، منيح؟ ابجانتي انا ما بدي لا عرس ولا اعراضه، انا بس بدي افهم وين بدي اسكن. يعني ما بلحق استاجر بيت. خلص اخي، بنيمو عندي بالغرفه وانا بنام هون، بس كم يوم ها؟ لانه انا كمان بدي اتجوز. لا يا ابو سعود لا تحكي الهم، هي كلها يوم والتاني، بس يجوا اهلها ويشوفوها ساكنه هيك سكنه حقيره. رح يعطوني فيلا، بسكنوني فيلا دغري، وقتها بسكنك عندي بالفيلا، بتتجوز عندي يا اخي، وبجوز نعطيك فيلا لك لحالك، ليش لك ولا ابو جانتي ولا ابو ليلى، كل واحد فيلا. لحقوا لحقوا ابو ليلى طار. هات هات المقلاع لنزل لك اياه من كبده سمك، كوش سمير. لقطوا ابو ليلى لقطوا عم يعلي، رح نخسره للصبي، لقطوا. والله حلوة، تعال هات هات البقلاع اجيب لك اياه من كبد السما، مين وين؟ عن شو عم تحكوا ابجانتي؟ لا لا ولا شيء. ابجانتي وين رايح؟ خليكم هون انتوا، خططوا وتكتكوا وشكلتوا الامور لبين ما اروح خبر زمرد وارجع. ايوه يلا لكان خلص، خليكم هون انتوا لكان لبين ما انا اروح اظبط الامور وشكلتها كلها، ومين سمير بعدين بشوف شو هي هيك وبعدين مثل ما الله بيخلق. يلا سلام يا شباب. اي والله يا ابو جانتي خليك انت هون، ظبط الامور وشكلس الامور، رايح شوف سعاد انا. ايوه مين زمرو؟ مين سعاد؟ مين سمير؟ على المكسر يا بطيخ.